عبيد الله! لا! عبيد الله! لا. أنا قيس! دعني وشأني، أطلق يدي. كنت تريد الفرار، قم. أرجوك أن تطلق يدي، سآتي معك، سوف أرافقك، أعدك. هل تعدني؟ أعدك. حسناً، لماذا تهرب؟ تركت أسرتك بأمان الله وفضلت أن تصبح مشرداً في الصحراء. أما تعلم ماذا يقولون في القبيلة عنك؟ البعض يقول إنك أصبحت عاشقاً. عبيد الله، عبيد الله، أستعيذ بالله من شر الإنس والجن، لقد فقد صوابه بالكامل، هذا غير معقول. أظن أن هذا أفضل. لو أنك لم تهرب ولم تطلق هذه الصرخات في الطريق، لما كنت بدوري قيدت يديك ورجليك وأغلقت فمك. عبيد الله، ما رأيك لو نقضي ليلتنا هذه في تلك الواحة؟ أجل، أعلم أن فمك مغلق. وهذا هو الحطب. إذا النار انطفأت، سوف تقطعنا بهائم الصحراء إرباً إرباً. ألست جائعاً؟ كل. ماء؟ يمكنك شرب الماء. علمت أنك ظمآن، دعني أفتح لك فمك. لا أريد مجنون. ماء، لن أبلغ. لما أهدرت الماء؟ إن لم تشرب الماء ستموت من العطش، سوف تموت. هو لم يأخذ مني الماء. ماذا تقول؟ عن ماذا تتحدث الآن؟ هو لم يشرب الماء مع أنه كان ظمآناً. ظمآن؟ عمن تتحدث أنت؟ من كان ظمآناً؟ لقد كان خطأي، لم أختر الطريق الصائب، كان علي أن أساعده. عبيد الله، عما تتحدث؟ من الذي لم تساعده؟ حسين. حسين؟ حسين بن علي ابن فاطمة، حفيد رسول الله. حسين بن علي، إذن هذا ما أصابك بالجنون. أنا لم أكن في الكوفة، لكن أنا كنت هنا، كنت في الكوفة، كنت في الكوفة. حسناً، وما علة محنتك؟ لماذا أصبحت تائهاً في الصحراء؟ أولئك القوم، رجالهم يقتلون ونساؤهم يبكون على الأموات، أنا أكرههم. ما الذي تقوله؟ سأمك من هؤلاء؟ لماذا لا تعود إلى عائلتك؟ لقد سئمت أهل النفاق، حتى أني سئمت أهلي، سئمت هذه الدنيا، سئمت الجميع. اهدأ اهدأ عبيد الله، فلتهدأ. قل لي ما بقلبك، ستشعر بالراحة. راحة؟ هذا محال، ستبقى هذه الحسرة معي إلى الأبد.
قل لي، لا ضير في أن تجرب. كنت في الكوفة وهبت رياح قوية. كان يوم الجمعة، نفس اليوم الذي مات فيه معاوية. مات معاوية في أوج قدرته. لم يخطر ببال أحد أن معاوية بن أبي سفيان كذلك سيموت يوماً. لكنه نقض العهد. العهد الذي كان أبرمه مع الحسن بن علي نقضه، ونصب ابنه يزيد خليفة. وبهذا وضع أحد أهم بنود الاتفاق، وهو عدم تناقل الخلافة بالوراثة تحت قدمه. من يزيد بن معاوية خليفة المسلمين إلى الوليد بن عقبة حاكم المدينة. أما بعد، خذ بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وابن الزبير، ولا تتركهم حتى يبايعوا، والسلام. إذن وقع الأسد العجوز أخيراً فريسة الأجل. لا أصدق أن الموت قد أقبل على معاوية. إن لله وإن إليه راجعون. ما الذي ستفعله؟ ما رأيك أنت؟ الخليفة الشاب يحمل على عاتقه مسؤولية كبرى. إذن؟ مروان، لقد أرسلت إليك لتقديم المشورة لدار الحكومة. مشكلتك الكبرى الحسين بن علي. ابن عمر هذا وابن الزبير لا أهمية لهما. الحسين لن يبايع يزيد. هل أصبحت عالما بالغيب؟ عبد الله ابن عمر مشغول بالعبادة. لو يبايع الشخصان فإنه سيروض بالكامل من دون شك. ثعلب المعركة وسائسها هو ابن الزبير، وأما الحسين بن علي فأجل، هو لن يبايع ابن معاوية بأي طريقة. السبيل الوحيد أمامك هو أن تدعوه إلى دار الحكومة وتطلب إليه أن يبايع. إن لم يوافق فلتسفك دمه بلا تردد قبل أن يسمع خبر موت معاوية. أأقتل حفيد رسول الله؟ هل تدرك ما الذي تقوله يا مروان؟ إن كنت عاقلاً فستعمل بنصيحتي، وإن لم تكن قاطعاً ستفلت الأمور من يدك.